أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. جاء في مأثور الحكمة: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. أيها المسلمون الكرام، لا يخفى على أحد اهتمام الإسلام بالعلم، وحرص الإسلام على أن يكون الإنسان صاحب معرفة. ويكفينا للدلالة على ذلك أن أول ما نزل من كتاب الله: اقرأ، والقراءة وسيلة العلم. اقرأ، لم يقل صلي أو صم، إنما اقرأ. ففرض القراءة مقدم، وهو الذي سيعلمنا الصلاة ويعلمنا الصيام ويعلمنا معرفة الله سبحانه وتعالى. العلم حين فضل الله آدم بين سر تفضيله حين علمه الأسماء كلها وعرضها على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فكان تفضيل آدم عليه السلام بما آتاه الله تعالى من علم. وفي سورة الرحمن التي تعدد النعم، بدأ الله سبحانه وتعالى في أول ما بدأ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فذكر تعليم الله سبحانه وتعالى لنا القرآن، وتعليم الله تعالى لنا البيان. وذكرت مفردة علم ومشتقاتها في القرآن الكريم، ذكرت في القرآن قرابة 900 مرة. وأثنى الله تعالى على العلماء دون الجهلاء، أصحاب المعرفة دون الذين لا يعرفون، فقال سبحانه: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ورفع الله درجة أهل العلم بإيمانهم مع المؤمنين جميعا، وفضلهم درجات أكثر وأكثر بما تعلموا، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، إلى غير ذلك مما يطول الحديث عنه. فالإسلام دين العلم، وطلب الله منا أن نتعلم ليس نافلة بل هو فرض. قال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وكلمة مسلم تعني الذكر والأنثى، والشواهد كثيرة والكلمات متعددة. ومن أفردوا كتبا أو مؤلفات للحديث عن العلم خاصة أكثر من أن تحصر. لكن هل لا سأل أحدنا نفسه: هل يكفي أن أكون عالم علامة وبحر فهامة، وأن أتعلم المسائل وأعرف كل شيء لذاته دون أن يكون من وراء ذلك تكليف أو مسؤولية؟ أبدا. تكليف ومسؤولية، تعلمت سيحاسبك الله تعالى ماذا عملت بما علمت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالعلم لا يقصد لذاته، العلم كالمصباح الذي يضيء للإنسان كي يبدد به الظلمة ويسير به دونما تعثر. العلم كخريطة يستخدمها الإنسان ليتعرف على
الجهة التي يريد أن يصل إليها. العلم أمثلة كثيرة جدا عنه، وأهم ما في العلم العمل بهذا العلم، إحياء العمل، إحياء العلم بالعمل به. فالعلم بغير عمل لا فائدة، لا فائدة ولا منفعة. يقول لك علم بلا عمل ضلال، ومال بلا نفع وبال. علم بلا عمل ضلال، ضلال. تيجي تقول ده يا عم ده انا واخد شهايد قد كده ومتعلم وعندي مش عارف اجازات ايه وعندي ايه وعندي ايه. الشهادة كما يقولون ورقة تثبت انك مثقف، ولكنها لا تثبت انك صاحب خلق حسن. فالعلم بلا عمل لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. وكلمات السلف الصالح دقيقة جدا في هذا المعنى. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. طب جاب الكلام ده منين؟ جابه من كلام ربنا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا حملك علمك على خشية الله فأنت عالم. أما إذا كان الإنسان عالما ولكنه يسير على غير هدى هذا العلم، فيفسق ويفجر ويكذب ويخون ويضل ويضل، ما فائدة العلم حينئذ؟ لا فائدة من هذا العلم. لذلك واحد تاني يقول: ليس العالم الذي يعرف الحلال من الحرام، إنما العالم الذي يعرف الحلال ليلتزمه ويعرف الحرام ليجتنبه، هو ذا العالم. ليس العالم الذي يعرف الحلال من الحرام، إنما العالم الذي يعرف الحلال ليلتزمه ويعرف الحرام ليجتنبه. وبعضهم يقول: إن أنا عملت بما علمت فأنا أعلم الناس، إن أنا عملت بما علمت فأنا أعلم الناس، وإن لم أعمل بما أعلم فليس أحد في الدنيا أجهل مني. فيبقى عدم العلم، عدم العمل بما أعلم جهل، جهل. ولن يكون الإنسان صاحب علم حقيقي إلا إذا انعكس هذا العلم بإيجابياته وحسناته عليه، فتراه صادقا أمينا متواضعا ثقة محبا للخير مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. هو ده العالم، هو ده العالم. تخطب خطبة جميلة، تقول درس حلو، تعطي موعظة بليغة، كل ده جميل، ولكن أين أنت من العمل في نفسك؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هي الدعوة إيه؟ وعمل صالحا. يبقى عمل صالحا، وربنا قال في القرآن: فلذلك فادعوا، وإيه كمان؟ واستقم كما أمرت. فلا يكفي، لا يكفي أن أدعو، إنما أدعو وأستقيم، إنما أدعو وأعمل صالحا. هذا هو ما يستفيده الإنسان من العلم، وهو ده اللي النبي كان بيسأل ربنا إياه: اللهم إني أسألك علما نافعا. ويقول في دعاء آخر: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. علم لا ينفع، يبقى ما عملناش حاجة. يبقى حجة الله على ابن آدم يكون وبالا على صاحبه. فلذلك نقول: علم بلا عمل زي ايه بقى؟ كشجرة بلا ثمر. علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر.
وهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ربنا انه يعلم ويربي الاثنين مع بعض. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عالما ويقول لاصحابي انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم، ولكن ما كانش يكتفي بالعلم، يربي. فيسأل أصحابه: من أصبح اليوم منكم صائما؟ من تصدق اليوم منكم على مسكين؟ من عاد اليوم منكم مريضا؟ من شيع اليوم منكم جنازة؟ فكان يتخولهم بالموعظة، يتكلم معهم، وكان يتفقدهم ويتعهدهم. فقال الله: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. والآيات الثانية: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا هو العلم النافع الذي يعود علينا بالخير. وبعضهم بيقول إن العلم والعمل عاملين زي إيه؟ زي الشمس، تعطي الضوء وتنير الدنيا، ولكني لا أنتفع بها إلا بشرط أن يكون نظري سليما، أرى أمامي فأستفيد بالضوء. ولكن إذا كانت الشمس غائبة والدنيا مظلمة، ها، يبقى ده عم زي العلم، مفيش وضوح، محدش عارف حاجة. فالشمس تمثل العلم، والانتفاع بهذا العلم يمثل العين التي تبصر، والقلب الذي يفقه، والسلوك الذي يعتدل. فلو أنا غمضت عيني هتفيدني الشمس بإيه؟ لا تفيدني بشيء. ولو جبت مصاريح الدنيا كلها وأنا مغمض عيني مش هستفيد حاجة. هذا هو العلم، النور، الضوء، والاستفادة به تمثل الانتفاع بهذا الضوء أو بهذا النور. طيب مفيش، يبقى كأنه ولا لي قيمة، بل بالعكس يا ريته ما عرف، ده يبقى أجهل من الجهل نفسه. ويل للعالم للجاهل مرة، وويل للعالم 70,000 مرة. والشاعر يقول: والعلم إن لم تكتنفه شمائله تعليه كان مطية الإخفاق. العلم نفسه بدل ما يرفعك ينزلك. والعلم إن لم تكتنفه شمائله تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقي، ما لم يتوج صاحبه بأخلاق ويرقى بسلوك، ويصل الإنسان بهذا العلم إلى الشيء النافع الذي يفيده في دنياه ويفيده في أخرى. من هنا نحن مطالبون بشيئين، الاثنين مترابطين ومتلازمين، إن احنا نتعلم، وحين نتعلم نعمل. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الواحد منهم 10 آيات حتى يعلم ما بها ويعمل بما فيها. فجمعوا ما بين العلم والعمل ففتحوا الدنيا كلها، وكانت بصماتهم وأيديهم البيضاء علينا وعلى من قبلنا وعلى من يأتي بعدنا. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.